خلونا ننتقل لمحافظه المنيا. محافظ المنيا بيستقبل سفير الاتحاد الاوروبي وبيتفقدوا مع بعض عدد من المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر. فين بقى؟ في مركز صملوط ضمن انشطه اتفاقيه معالجه الاسباب الجذريه للهجره غير النظاميه. بعض او هذه المشروعات في منها جزء ممول من الاتحاد الاوروبي، كمان فيها ترويج لمسار العائله المقدسة في صملوط. خلونا نحاول نفهم أكتر من دكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا، زهرك فندم، أخبار سيادتك؟ إزاي الصح؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام بخير، الحمد لله. عايزين نعرف أكتر على هذه الزيارة، دي نقطة، ومسألة ترويج لمسار العائلة المقدسة دي مسألة مهمة جدا. تمام يا فندم، هو الحقيقة النهاردة شرفت المحافظة بزيارة معالي السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، وده طبعا في إطار تدعيم موقف مشروعات البنية الأساسية داخل إطار مشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. زيارة سفير الاتحاد الأوروبي النهاردة تطرقت إلى ثلاث مشروعات رئيسية: مشروع رصف طريق جبل الطير بني خالد السرية بطول حوالي كيلو 12 من 100 كيلو 120 متر، وترميم وصيانة وحدات صحية في قرية جبل الطير الإبلية، وترميم وصيانة مركز شباب كذلك في القرية. الحقيقة المشروعات دي كلها في إطار عدد من المشروعات في ثلاث مراكز صملوط ملاوي درمواس بإجمالي 41 مليون، دي مشروعات بنية أساسية، وفي مشروعات تدريب بإجمالي 37.5 مليون، كل ده علشان خاطر القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية في المتواجدة في بعض قرى المحافظة، وده طبعا بيجي في ضمن الفعاليات الخاصة بمبادرة مراكب النجاة، المبادرة الرئاسية اللي أطلقها فخامة السيد الرئيس للقضاء على أسباب الهجرة غير النظامية. وعادة أسباب الهجرة غير النظامية اللي احنا بنحاول التعامل معها بقوة هي البنية الأساسية وتأهيل الأماكن لكي تكون أماكن عمل جيدة تستطيع من خلالها توفير فرص عمل للمقيمين في المكان نفسه. والنهاردة يمكن الزيارة المكان يتميز بأنه دير جبل الطير هو أحد نقاط مسار العائلة المقدسة. مسار العائلة المقدسة في المنيا النقطة المقرة ليه هي نقطة دير جبل الطير، دير السيدة العذراء مريم. والحقيقة ان احنا انتهينا من تطوير هذه النقطة بالكامل، كان في اعمال تطوير لجداريات، اعمال تطوير للمسار نفسه، رفع كفاءة، ترميم الكنيسة نفسها. النقطة دي بالنسبة لنا هامة جدا لان هي ملتقى للمسلمين والمسيحيين، وهي مسار الحج المقدس اللي تم اقراره كنقطة في المنيا. فتعتبر الحقيقة النهاردة برضو زيارة ترويجية هامة جدا بالنسبة لنا، وإن شاء الله المنيا بتتطلع في المستقبل إلى وضعها بقوة على خريطة السياحة المصرية، لأن عندنا نقاط كثيرة جدا، عندنا فتونة الجبل وتل العمارنة والبهنسة، فكل هذه الأماكن احنا دلوقتي بنشتغل على الترويج ليها، وإن شاء الله نتوقع في المستقبل القريب ازدهار قوي جدا للمنيا في هذا المنح. طب دكتور، يمكن أنا محتاج أفهم أكتر على مسألة إزاي نقدر إن إحنا نروج لمسار العائلة المقدسة، وخليني أخد الناحية بتاعتنا عندنا اللي هي دير العذراء مريم عليها السلام وجبل الطير في المنيا. حضرتك أكيد يعني فاهم وعالم بهذا الموضوع، مسار العائلة المقدسة ده حاجة تكاد تكون أقرب، مش عايز أسميها كده، لكن أقرب إلى مسألة الحج إلى القدس وبيت لحم. الفاتيكان عمر ما العائلة المقدسة راحتها، ولكن الفاتيكان يحظى بكم رواج سياحي مذهل مش طبيعي. إحنا أظن مفترض إن أنا يجي لي قد اللي بيروح يزوروا الفاتيكان عشرات المرات. إحنا المشكلة بتاعتنا فين؟ أو خليني أقول نقدر نعمل إيه علشان نقدر نجيب الناس تيجي تزور مسار العائلة المقدسة بتاعتنا، أو حتى المنطقة المنياوية لو صح الكلام. هو مبدئيا بس إنه مسار العائلة المقدسة في مصر النقاط اللي تم إقرارها 25 نقطة في 8 محافظات، وزارة التنمية المحلية بتشتغل على المسألة ديت مع وزارة السياحة هيئة تنشيط السياحة، والمسار نفسه مشتركه فيه جهات متعدده، والمهندس عادل الجندي الحقيقه برضه شغال بقوه جدا في القصه دي، هو المشرف العام على اعمال المسار. عمليه الترويج للمسار ستتم بعد الانتهاء من تطوير كافه النقاط، يعني في نقاط شهدنا الانتهاء من تطويرها في الغربيه وفي البحيره وفي المنيا، وجاري الانتهاء من باقي النقاط. الترويج ترويج متكامل، انا عايز اقول لحضرتك مثلا دير جبل الطير في المنيا بيزوروا سنويا ما لا يقل عن 1.5 مليون زائر.
في فترة العيد، فترة العيد نفسها 1.5 مليون زائر، فده رقم ضخم. لما احنا نفتتح المطار الأعداد دول دول يا فندم أغلبهم زوار من بتوعنا احنا. أيوة احنا تمام. مصريين. لما نفتتح المسار الأعداد دي هتبقى برضو متواجدة، ولكن هيضاف ليها أعداد خارجية. جهود الترويج بتبقى جهود ترويج ليست فقط داخل الدولة وإنما كمان بخارجها. أيوة. فإحنا النهاردة مثلا لما بنتكلم عن الزيارات اللي بتقوم بيها وزارة السياحة، طبعا جائحة كورونا في الفترة العام الماضي قللت هذا، إنما المنيا مثلا معتادة على الاشتراك في بورصة برلين، وإحنا في بورصة برلين الحقيقة السياحية بتبقى يتم عرض أوجه السياحة المتواجدة في المحافظة والمزارات وخلافه. دي أحد الأماكن المهمة جدا أنه يتم الترويج من خلالها. وزارة السياحة أيضا بتعمل على جزئية الترويج من خلال إعداد حملات ترويجية مع المكاتب السياحية في الخارج، وده مهم جدا. كذلك برضو مؤتمرات على أرض المحافظة، مؤتمرات على أرض المحافظة ومؤتمرات من خلال الوزارة، من خلال وزارة التنمية المحلية، هان دي بينسق ليها علشان نقدر أن احنا نستعرض نقاط المسار وأماكن المسار نفسها جاذبة للسائح لما يكون فيها الجذب السياحي. الجذب السياحي السائح عاوز فندق كويس، عاوز منطقة كويسة ينزل فيها، صح. أماكن خدمات بالإضافة إلى الروحانيات المرتبطة بالزيارة نفسها، صح. كل الباكج دي بقى، كل المجموعة المتكاملة دي بيتم الإعداد ليها في شكل ترويجي متكامل. يتولى هذا الأمر وزارة السياحة باحترافية وباقتدار شديد. احنا كإدارة محلية بنتولى عملية إعداد النقاط وتجهيزها وتنفيذ التطوير المرتبط بيها، وشغالين كذلك مع الوزارة في إعداد الأفلام الترويجية تمهيدا لإطلاق المؤتمرات الخاصة بالترويج اللي بكلم سيادتك عنها. تمام، أنا بشكرك جدا دكتور محمد الوزير نائب محافظ المنيا. خليني يمكن عايز أتكلم مع حضراتكم في الحتة دي بجد.